المونتر ما عندي بحال الجامع هنا جوج كاينه جوج واقيلا تما هي باش نكمل هذيك. شوف راه قلت لي انا قلت لهم غنخليكم واحد الكونسيبت ان شاء الله اليوتيوب هارب خليني غتشوف واحد الانوار اخر ان شاء الله خليكم معايا ونوريك اول. السلام عليكم الناس ديال اليوتيوب كي دايرين بخير صحيحه كلشي مزيان بلا شك غادي تكونوا قريتوا العنوان ديال الفيديو وشفتوا المينياتير غادي تكونوا شنو غادي يكون ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. الصراحه ما عرفتش كيفاش غادي نبدا لكم الفلوغ ولكن اي غلط درتو حسبوا ديز رجوني الفرحه والستريس واحد التسيره الخوش راه ما يمكنش كثر ديال المطاب الاول ديال خوت ليلى شي حاجه لي الاخر. المهم الناس اللي مدوزين هذا الهيش هذا غادي يكونوا حاسين به. بقى ليله دابا قبل ما نمشيو ان شاء الله غادي نشوف مراكش باش نمشيو نشوفوا المطار ديالنا بلاص كي غادي تكون عرفتوا شنو هو المطار محبوبه الجماهير يا مهطيني 700 كانوا بزاف ديال المطار كنت فوكس عليهم كنت باغي ناخذهم انا نقولهم لكم ممكن كنت باغي ناخذ MT09 ولا 3900 جي تي باش كنفكر كنقول ويلي دابا هذا المطار غادي يدير بهم شي حوايج اللي قلال فهمتوني يعني تقدر تبقى تخرج بهم سويه تسافر بهم اما ديك تيني 700 او فود اي حاجه بغيتيها فيها السفر فيها بزاف ديال الحوايج فيها بزاف ديال التميوزات. دخلت بحال حتى الاخوان شفتها صافي تزعطت فيها كما كنقولوا داك الشيء علاش جمعت ليها واحد المبلغ ديالها. الناس اللي غادي يكونوا عارفين راه الاسمينه ديال يامها تيني باينين. بالنسبه للاخوان هذه غنمشيو نشوفوا ان شاء الله كما قلت لكم كاينه في مدينه مراكش موديل ديالها الاخوان 2023 ديوانه 23 فيها لي كراش بار فيها كرابوفيتش ومعها الستوندار ديالها فيها الطوب كيس. المهم موطور عامر تبارك الله ملي كتشوف بحال هكا موطور كيزعمك باش تاخذه وكتقول اللهم ندخل عليه موطور عامر ولا بلا ما نبقى نشري دوك لي زاكسيسوار نعمر بيدي وخا دير شويه الثمن. المهم موطور كتشري عامر وكيكون داك الشيء اللي فيه مزيان. بالنسبه للكيلومتراج الخوض دابا 16000. المهم الاخوان ما غاديش نطول عليكم بزاف حيت اصلا الفلوغ غادي يكون طويل ديال بصح ولكن غادي يكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي تستمتعوا فيهم وغادي تشوفوا حتى الطريقه كيفاش كنشبه الموطور وكيفاش كيدوزوا التفاصيل ديالو كاملين. المهم دابا الاخوان لقيتوني كنجمع في الحفليسات وكنحسب فيهم انا البركه الاخوان كما كتشوفوا الله يبارك ديروا بغيتكم في الوزابه قولوا لي شحال كاينه ديال الفلوس هنايا هاد الفلوس ان شاء الله مولا غنمشيو نخدموا الموطور. تخيلوا معايا الموطور مازال ما تشاونش مع مولاه السيد اللي غادي يبيعوا لينا مازال ما فاهمينش معاه اصلا على الثمن. كان قال لنا واحد الثمن قلنا ليه ان شاء الله غادي نجيو نشوفوا الموطور ونتفاهموا داكشي اللي غادي على الاساس ديالو هنايا. المهم داكشي البيجي اللي عندي هو اللي غنمشي نشري به ان شاء الله الموطور هو اللي ان شاء الله اللي غادي ندي معاه. المهم الاخوان خليكم مع الفلوغ تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر خليو شي لايك شي كومونتير. شوف الدراري ان شاء الله الا خديت هذا الموطور غندير لكم به واحد الهيس غنخليكم واحد الكونسيبت ان شاء الله المغرب اللي غتشوفوا البلبله الدراري ان شاء الله الشين ديالنا عقلوا عليها غتفركع عقلوا على هاد الهضره مزيان اللي قلت لكم. شوف مع البديل ديال 2025 ولا الاخر ديال 2024 غادي نديروا بوم العالميه ان شاء الله. المهم نتمنى ان شاء الله التوفيق ليستر الجميع. كنشي انت ولا انت اول مره غادي تشوفني ما تنساش تخلي شي لايك شي كومونتير واشترك معنا في القناه ان شاء الله باش تكون العائله. المهم تقاشعوا حتى ان شاء الله على بركه الله تهلاو في راسكم نكملوا الخدمه ديال هاد الليله. المهم غنخشيو الفلوس هاد الساشي هادي حتى الغد لي ان شاء الله يجيب لنا الاخ ياسير يجيب لنا البانان ديالو باش نخشيو فيها العاقه ونشدو الطريق ان شاء الله لمراكش. انا العاقه تجمعات دابا ان شاء الله نمشيو نحطوها حتى الغدا يصلح ويفتح. قلت لي فقسي قلت لك على انا ناس سير سير اخي فين اليوم ان شاء الله اسمو الموطور هذا 15 شغل يطيح مو مولف شي هيك مو مولف راسك باقي مخبي ديال الوازيز باش كي نجم نبي نطي وين عندي في الدار والله عاجي خطا على التيكي ديالنا دابا وانا نقول لي مشي واحد واحد خونا ولا يكون عارف انت ما عارفينش شوف واش خدم انت من مغرام قاول تحت لا باقا
مش ما عندوش لاسيرونس، واش ياخذ لاسيرونس؟ فوالا كاين استعواض. السلام اخويا، انت راه نعستي على السلام. انت اللي جيت شفت قاي ولا بعيدة؟ هيا هاد زند دابا. خرجنا من الله قال كيما كتشوف هاي موانا باقا الشمس ما خلات اخي. المهم نشوفو دابا التخبير قلنا ليه جاتنا هنايا غادي نتلاقى بينا ونشوف ان شاء الله نشوف المطير خليكم معنا. اش بان لك يا سير؟ ان شاء الله تيسر كي ديما غادي بالمية ان شاء الله جاتك. ولكن اخي شوف راه قلتها لي يوم قلت لهم غنخليكم واحد الكونسيبت ان شاء الله اليوتيوب هارب خليني غتشوف واحد الانوار اخر ان شاء الله خليكم معايا نوريك اول جاتنا الصديق كيف تكون كيطلع لك كلشي بلوتوث كيف
مي فهاد لي طوا خدامي ولا طوا محيده ولا عكس ما غير نبدل وحدين اخرين اللي دير دوك الكبار وليت ديبرونشيتهم وما بقيتش كاع لا بيس ماكسيم القمر الفلات يا بيس ولكن اون فوا تنوض تاع التمارين كيتحكي يضرك يرجع ترجع والله لما يعطي الله يبارك يبان لكم واضح دابا مزيان هو في واحد الطريبة هنايا خفيفة واحد الحردة في الكراش بار في واحد الطريبة هنا هاي اش بان لكم خاصو الطونو ديال اللور الطونو ديال اللور مشى ديما راك تسوق هاد السيستم هادي تحيدها بلاش بلا ما تنحيها ناضي شوف كي دوز لك فيزيت يزمن تدوز لك فيزيت خطوه قبل من الاخر صافي قولوا دابا الموطور الحمد لله راك كاملين جبنا دابا لا فيزيت ندوزو لي لا فيزيت ديالو ان شاء الله من موراها غنمشيو نمشيو نتكاتبو نمشيو نخرجو دوك الوراق ديال النارصة من موراها غادي نمشيو للمقطع ان شاء الله نقليزو المسائل ديالنا كاملين صافي وديك الساعة يبقى ليا غير نقلب الكارت فيزا سميتي بعد ما كدير هادشي كامل اول حاجة كتمشي كتخلص الخيل هادي الخيل ديالها تقريبا من واحد 665 درهم واقيلا 665 درهم من موراها كيعطيوك واحد الوراق كتمشي تدفعهم في ديبيت كاش ولا كاش بليس ديبيت كاش ولا ما عرفتش كاش بليس انا ما عقلتش بالضبط صافي كيعطيوك واحد الكارت كريز مانيشي ما كيعطيوكش الكارت كريز كيقول لك شدو شهرين كيعطيوك غير واحد الورقه باش تسيركيلو باش تخلص لاسورونس ديالك صافي هادشي اللي كاين المهم هادشي كامل تقريبا غادي يتقام عليكم بواحد 1250 درهم المهم 300 درهم ديال لافيزيت و 700 درهم ديال الاخر ديال الخيل حيت فيها 700 المهم بحدك انت طالع وما المضر كتزاد 800 درهم الميل 1000 درهم فهمتوا البنك كيفاش 1200 جي اس وقال شي 1200 درهم وهادشي اللي كاين المهم الله يستر الجميع الاخوان صراحه الله الا كنت باغي ناخذ هاد المي طيب الحمد لله تيسرات راه بداتها بحال هذا الخوشة باش ما تحكروش راسكم نتوما ربي كبير بداتها بحال الجدية او بداتها بحال الجدية صافي نوصلات الخوت الحمد لله ديني سير على كاين واحد الطاشي هنا ديال خونا ديال اليوم الحزب ما لابسين كاع مزيان اصاحبي كون درتيها معاكم شي لابسنا حوايجنا مالكم اخويا الله يعاونك
غيدور لك الكاميرا ديرها انا بعت لها المونطر ما عندي بحال جامع هنا جوج كاين جوج واقيلا تما راه هي باش نكمل هذيك اون هنا جوج يعني دابا خي امين تراك نلوقو حاسب ما نعسني جوج زيد دابا هادشي الله يحسن عليكم اخويا فاطمه حنا جايين من الرباط اخويا الله يحسن عليكم عندك فلوس انا عمر عندكم 30 هلا كاينه 100 ترى تشوينا معاكم هنا رشيد حنا شادين طراق اخويا رشيد